متابعي اليوم السابع في كل مكان، اهلا بحضراتكم معانا. لسه مكملين تغطياتنا لمهرجان اسكندريه في دورته 38، ومنورانا النجمه سهر صايغ بطله الباب الاخضر. اهلا بيكي والف الف مبروك على الفيلم. ميرسي يا علي، ربنا يخليك، الله يبارك فيك. شكرا. يمكن الفيلم حقيقي فيه عوامل كتير جدا تخلي اي ممثل يبقى حابب ان هو يشارك فيه. اولا ان هو من اخراج رؤوف عبد العزيز، قصه وسيناريو وحوار الراحل الكبير اسامه انور عكاشه، وكمان بالنسبه لسهر هو دور فيه تحدي كبير جدا عن الادوار اللي قدمتها قبل كده، ودور مركب ومحتاج ممثل حقيقي اللي يقدمه. فاحكي لي كده، انا يمكن اديتك الكيو اللي انت تقولي لي ليه اخترتي ان انت تشاركي او ليه حبيتي تشاركي، بس اكيد في اسباب ثانيه. هي الحقيقه ده جزء كبير من الاجابه، يعني الحمد لله. اولا بفضل ربنا انا سعيده جدا بمشاركه الفيلم في مهرجان الاسكندريه الدولي وفي المسابقه الرسميه كمان، دي حاجه شرف كبير لينا. يا رب يكون يعني عجب الناس. الفيلم نفسه تجربه فريده شويه، انا مبسوطه. احنا كلنا كصناع العمل كنا متخوفين شويه لان هو ليه طابع خاص، فكنا متخوفين لما يطرح على الجمهور هيكون رد الفعل عامل ازاي، بس الحمد لله فضل ربنا النهارده كان يعني يوم مطمئن بالنسبه لنا. الفكره اللي حضرتك قلتها هي جزء من الاجابه، الجزء الاكبر فكره نص العظيم استاذ اسامه انور عكاشه، لانه كمان الفيلم قصه وسيناريو وحوار، يعني هو مش قصه وتم تناولها بشكل بسيناريو حوار مغاير، لا هي قصته والسيناريو والحوار. دي حاجة شرف كبير ومسؤولية كبيرة في نفس الوقت، لأنه أستاذ أسامة يعني الله يرحمه يا رب هو اعتاد النجاح، ما فيش عمل هو عمله تقريبا وما نجحش، فدي حاجة بتديك مسؤولية، بلس أنه أساتذة كبار جدا من أساتذة المهنة هم ابطال استاذ اسامه انور عكاشه، يعني لو قلت لك كلنا عارفين الاسماء، احنا كمان عارفين الاسماء باسماء شخصيات استاذ اسامه، مش اسماءهم كممثلين. ففكره ان انت يتم مقارنتك بشكل او باخر بابطال اسامه انور عكاشه او باعمال اسامه انور عكاشه، دي في حد ذاتها مسؤوليه، بس هي الحقيقه شرف كبير وشرف لاي يعني لكل فنان انه يكون في السي في بتاعه عمل شبه كده، بلس بقى كل الكرو على راسهم استاذ رؤوف عبد العزيز اللي انا بقدم له تحيه كبيره، لانه هو يمكن بعد الطاووس كمان احنا اشتغلنا الباب الاخضر، فهو يمكن بيختارني في ادوار صعبه شويه بس بتفيدني جدا جماهيريا وبتفيدني جدا في اثبات فكره ان انت كونك ممثل الحمد لله بفضل ربنا ممكن تتنوع الى حد كبير. فكل العوامل الحقيقه كانت يعني مطمئنه ان انت تشارك في الفيلم ده. عايز اكلمك عن صعوبه مشهد يمكن هو من اهم المشاهد، لما اخذوا ابنك منك وانت بيجرجروك على السلالم، تقريبا خدتي كل السلالم كلها على ظهرك، فيعني هل ده بيبقى اجتهاد منك انت عايزه تبيني قد ايه الموضوع حقيقي ولا توجيهات المخرج؟ هقول لحضرتك على حاجة، غالبا في الأعمال بيكون جزء كبير على الممثل، غالبا في الأعمال اللي بيتم طرحها حاليا، لكن حقيقي الفيلم ده لأن أستاذ أسامة كاتب كل التفاصيل، أستاذ أسامة عنده السيناريو أكتر من الحوار، السيناريو ده اللي هو تفصيل الممثلين بيتحركوا إزاي وبيعملوا إيه، فالسيناريو مفصل كل حاجة أنت لازم تعملها، بلس إنه معانا مخرج واعي عمل بروفات ترابيزة كتير جدا، وكان دايما يقول لنا انا عايز انفذ كل تفاصيل السيناريو. اللي انا عايز اقوله انه اجتهدت طبعا كممثله، بس عناصر الموضوع فضل ربنا طبعا الكمال لله، بس الشبه مكتمله كان ليها عامل كبير الحقيقه. انا مش هطول عليك لان هو في تفاصيل كتير نتناقش فيها، بس اكيد لنا لقاء تاني في كواليس المهرجان يوم السابع والله. ربنا يخليك. شكرا. شكرا. ميرسي.